الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع في سلسلة الثقافة الاقتصادية لغير الاقتصاديين. قدمت قبل هذا الدرس 3 دروس أرجو الرجوع إليها. الواحد تلو الآخر، ابدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث، وإلى أن تأتي إلى الدرس الرابع، حتى تكون المعرفة والتعلم عملية تراكمية بإذن الله. وعلى بركة الله نبدأ. لأن تحدثنا في الدرس الثالث، وهو آخر درس قبل هذا، عن إنفاق المستهلكين وإنفاق المستثمرين ومصادر دخل الحكومة وأوجه نفقاتها، وقلنا بأننا نفترض حتى هذه اللحظة بأن الاقتصاد الذي نتحدث عنه لا يوجد به عالم خارجي، أي ليس هناك صادرات وليس هناك مستوردات. من المهم أننا نتحدث فقط في إطار مغلق الآن. يتكون الدخل كله في هذا الاقتصاد المغلق من إنفاق المستهلكين وإنفاق المستثمرين وإنفاق الحكومة. نقوم في هذا المقطع بإدخال العالم الخارجي، حيث تذهب الصادرات الوطنية من البلد المعني تحدث إلى العالم الخارجي، وتأتي المستوردات إلى البلد المعني من العالم الخارجي، علاقة تبادلية. نعرف الصادرات كما يلي: هي البضائع والخدمات التي تخرج من بلد ما نحو بلد أو بلدان أخرى متعددة مقابل دفع أثمانها نقدا أو عينا، نقدا بالعملات المتعارف عليها، عينا بضاعة مقابل بضاعة. فقد تكون البضائع المصدرة مقابل بضائع أخرى، وقد تكون مقابل نقدي. هذا معروف بسموه إحنا اقتصاد المقايضة، barter economy. أما المستوردات فهي بضائع وخدمات تأتي من بلد أو بلدان متعددة نحو البلد المعني، كأن نقول من العالم الخارجي نحو مصر، نحو السعودية، نحو الأردن، وهكذا، مقابل دفع أثمانها نقدا أو عينا. إذن الشيء نفسه ينطبق على المستوردات، من حيث أنه يمكن أن يكون مقابل نقدي أو مقابل عيني، بضاعة مقابل بضاعة. الآن تؤدي الصادرات إلى زيادة في الدخل الكلي للبلد المصدر. بمعنى آخر، إذا دولة ما، كأن نقول مصر أو السعودية أو الأردن، قام بتصدير بضائع وخدمات إلى العالم الخارجي، فإن دخل هذا البلد اللي هو مصر أو السعودية أو الأردن يرتفع، لأن الصادرات إنفاق من دول خارجية على البضائع الوطنية للدول المصدرة. أما المستوردات فهي دخل يخرج من البلد المعني، كأن نقول الآن إذا مصر أو السعودية أو الأردن استوردت بضائع برا، فهذا الدخل داخل مصر أو السعودية أو الأردن يذهب إلى الخارج. فالمستوردات هي دخل يخرج من البلد المستورد نحو بلد أو بلدان أخرى، أي أنه زيادة في دخل البلدان الأخرى وانخفاض في دخل البلد المستورد. هذا الآن الرسم التصويري عن مستوردات تأتي وصادرات تخرج. وأنا الآن هذا يعني بأن الدخل الوطني الأساسي لأي بلد، لاحظوا الآن أحبتي، الدخل الوطني الأساسي لأي بلد يساوي مجموع ما ينفقه المستهلكون زائد مجموع ما ينفقه المستثمرون زائد مجموع ما تنفقه الحكومة زائد قيمة الصادرات مطروح منها قيمة المستوردات. هنا الإشارة سالبة، مطروح منها. فهذا الآن دخل يذهب إلى الخارج عندما نستورد، مهما كانت بضاعة أو خدمة، بضاعة ملموسة وغير ملموسة، الآن ندفع مقابلها، فهذا دخل يذهب إلى الخارج. وهنا الصادرات عندما نصدر بضائع فهو دخل يأتي من الخارج. من المهم أحبتي أن يعني تركزوا هنا على هذه المصطلحات والكلمات. يعرف الميزان التجاري trade balance بأنه الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة المستوردات. فإذا كانت قيمة الصادرات أعلى من قيمة المستوردات يتحقق ما يسمى فائض في الميزان التجاري trade balance surplus نسميه. وإذا كانت قيمة الصادرات أقل من قيمة المستوردات يتحقق ما يسمى عجز في الميزان التجاري trade balance deficit. مهم جدا، المقصود بالميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة المستوردات. فإذا كان قيمة الصادرات أعلى من قيمة المستوردات بيكون عندي أو يتحقق ما يسمى فائض، وإذا كانت قيمة الصادرات أقل من قيمة المستوردات يتحقق ما يسمى عجز في الميزان التجاري. هذا الآن توضيح صوري
هنا بهذه الحالة عندي الصادرات أكثر وأكبر قيمة ربما كما من المستوردات، وبالتالي يتحقق ما يسمى فائض. أما إذا كانت المستوردات أكثر كما وقيمة من الصادرات فربما تكون يعني يحدث عجز بالحالة هذه. فهذا التمثيل صور رائع جدا هنا، هذا الآن زيادة في الدخل وهذا انخفاض في الدخل، زيادة في الدخل الدولة المصدرة وهنا انخفاض في الدخل في انخفاض في الدخل الدولة المستوردة. نتابع الميزان التجاري المتزن، هذا الآن ما يسمى balanced trade balance أو ميزان تجاري متزن، بتكون الصادرات تساوي المستوردات. عندي ميزان تجاري متزن بهذه الحالة، إذا كانت قيمة الصادرات تساوي قيمة المستوردات فإن ذلك يعني بأن الميزان التجاري متزن، balanced trade balance. أخيرا أوكي، هذا الآن الناتج المحلي الإجمالي وهو الدخل الوطني، يتأتى من الاستثمار، نضيف إلى نفقات الحكومة، نضيف إلى الاستهلاك يعني النفقات الاستهلاكية، النفقات الاستثمارية، النفقات الاستهلاكية، نفقات الحكومة زائد صافي الصادرات، صافي الصادرات. هذا الآن ما يسمى بالدخل الوطني. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة، وإن شاء الله قريبا سأبث بإذن الله الدرس الخامس في الثقافة الاقتصادية لغير الاقتصاديين. وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.